تفقد الملك دارا للمجانين، فميز بينهم شابا اختبره ووجده عاقلا، قال له سأخرجك من هنا. فرد المجنون بشرط أن تجيب على سؤالي. أبشر، قال الملك. فسأله متى يجد النائم لذة النوم؟ أجاب الملك، عندما ينام. فقال المجنون، حالة النوم تفقد الشعور، فكيف يشعر باللذة؟ استدرك الملك وقال، قبل الدخول في النوم. فرد عليه، أتحضر لذة شيء قبل حضوره؟ بعد النوم، قال الملك يائسا. فابتسم المجنون، متعة الملك في الملك وليس بعد زواله سيدي. آمن الملك بنبوغ المجنون وأمر بنقله فورا إلى زمرة ندمائه في قصره. ولما هبط الليل شرب الجميع الخمرة إلا المجنون. ناوله الملك كأسا رفضه وقال، أيها الملك، أنت تشرب هذا لتصبح مثلي، أما أنا فأشربه لأصبح مثل من؟ اتعظ الملك بكلامه، فرمى الكأس جانبا وبدأ بالتحشيش.